السلام عليكم شباب قناه مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي، والنهارده في حلقتنا هقرا عليكم مجموعه تمارين لشد ترهلات البطن بعد الولاده. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض بقيه التمرين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا هعرضهم عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على شد ترهلات البطن بعد الولاده الطبيعيه او الولاده القيصريه. وكمان عايز اقول لكم ان انتوا لو ولدتين ولاده طبيعيه انصحكم انكم تعملوا التمارين دي بعد مرور 4 شهور. طيب لو ولاده قيصريه انصحكم انكم تعملوا التمارين دي بعد مرور 6 شهور. طيب يبقى ولاده طبيعيه بعد مرور 4 شهور، لو ولاده قيصريه بعد مرور 6 شهور. حلو قوي. التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على شد البطن بعد الولاده الطبيعيه او القيصريه. والتمرين ده برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمل مع بعض وحرض عليكم التمرين الثاني. برضو التمرين الثاني محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده برضو مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
ودلوقتي حارت عليكم وهنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، وبرده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل تمرين مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه مختلف عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، وبرضه بنفس الوقت محتاج تركيز وهدوء في الاعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. كده بقى احنا خلصنا حلقتنا السمحنا بتاعتون. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرجع على الكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصل لكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل فيديوهات الفاتيك عشان تفوتوا. من السلام عليكم.